قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. شو يعني؟ السماوات السبع اللي قلنا لكم عنها وقديش كبيرة وضخمة مع الأراضين السبع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لابن حبان: بجنب الكرسي، مقارنة يعني مع الكرسي، هن كل هول مثل حلقة. شوف هالحلقة بأرض فلات. تخيل لو كبيت هيدا الخاتم بملعب فوتبول قديش بيبين صغير. تخيل لو رميت هيدا الخاتم بالصحراء قديش صغير، صغير جدا. وهكذا السماوات السبع والأراضين السبع بجنب الكرسي صغير. وكمان الرسول أكمل بالتعليم: فأخبر إن الكرسي مقارنة مع العرش كمان مثل حلقة في أرض فلات. عم تتخيلوا يعني قديش العرش كبير؟